حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، اغتنم خمس، اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. حديث بيتكلم عن مجالات الحياه الخمسه، وعشان كده تعالوا نقول خمس حاجات نغتنمها عشان نطبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد ان يكون عندك عمل رياضه، الرياضه لما تيجي تعملها وانت ليها معنى بيبني في شخصيتك. يعني انت بتعمل رياضه، فكر وانت بتمشي، حاول تخلي الرياضه دي بتبني فيك التحمل والقدره والاراده، دي اول حاجه. كمان حاول العام الجديد في 2023 ان يبقى لك جمله من الاشياء تقراها او تتعلمها عشان قلبك وعقلك يزداد نور. كمان حاول تبحث عن مورد رزق جديد عشان تاخد فيه من غناك قبل فقرك. كمان لازم تكون انت طول الوقت بتعيش في علاقات جديده مع الناس، كل ما توسع علاقاتك كل ما هتاخد من فراغك لشغلك. كمان خذ من حياتك قبل موتك، خذ عباده مع الله، واعمل ثلاث حاجات: زود طاعات، زود نوافل، كمان كثر من المناجاه مع الله سبحانه وتعالى، كثر من الدعاء خاصه في سجودك في صلاتك. ان شاء الله كون من الغانمين، كون ده فتحت عليك، فتحت خير عليك في هذا العام المبارك.